الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا وتقا في الدين يا رب العالمين قهدار انهجوا ضلال أمجارك دين برنا بهاویا کی زندیل سر برنامه إسلامي اسلامی بيروز أحاديث مبارك موضوع ما لسر أمانته و العمل خدا سبحانه و جكير جکیر إنه انسان كارك بك بکی سبحانه و تعالی قرآن داد وقل وقول فسير الله عملكم ورسوله رسوله حضارة أمم بتشنا بيش دكابي بتشنا تراجع دبي وتخلف الجامعة يعني نا إنسان كو أم بين الدنيا يتوما شابك يعني شرا أم بين ولاتي ما بشكل عام أم بين شرق الأوسط أم بين العالم الثالث او تخلف الجماهير تم ام لبيع ملتن تم ام لهي لهينا كش دار تشتاك دا تشتكش رواري جي ام فويده ببينن لكن ام دبينا امتنا هنا كتنا بيشما مع انه باوري الجمل جامونتي ايمان الجمل جامونتي يعني ورقص ام بونا خديه سبحانه وتعالى ذكن او نو بونا خديه سبحانه وتعالى نوك den esbabne hene dînê umet gel pêş bikev esbabne hene va umeta va gela va mujtemea va dewlta li pa mlet bimn li pa dewletan ne ku n nsan esbaban zanib tutor ku nexweşî nezanib nikone dermanî mebut ji insanî nexweş ra wesf bike بس وقت الانسان سر على اللتيذ وقت السر سابابي ويتشغل كوني عيله و كوني امبين دارموني نخوشي وصف بكي سبي إنسان درسكي حياتي بي 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 تقدم شي بي حضارت ما ماديًا و معنويا بي سبي امجي وكملت بي ما هو خذي سبحانه وتعالى ما امر بكي انه عم بشغل شغل نمسلا بس انه انسان نمي بكي وروجي بكري خذي سبحانه وتعالى ما امر دكي دبي فسعوا مي في مناكب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور خذي سبحانه وتعالى ما امر دكي انه ام حركات بكن بلفن لانه لفوندني ما تفكيري ما كل فوندن تنبي رزق تني خذي سبحانه وتعالى اسباب ومسببات بهذا القريه عملي وظيفي. كشمة تي خاصة. كيره أم بين دولتي دارو دنيري بيش تنا تقدم الجمآن هي. دا اقتصاد دا دا عسكري دا. دا حر تشتي دا. دا حر هاوي دا. طبعا ممكن جوان بنا, جوان بنا سلبي هبن لكن اي جماد خونه انه أم بين الرياضة دنياي دا سيلام كنا. هوي. لانه شخصي مناسب دكنجي جي مناسب لانه كوكورك هي ام بين زيد من الناس جيرودبي به عمر نابه زيد ده كي عمر فعمل الوظيفي ش بما جرجا ما ام بين كارك الناجح به كاري ما هم خذي سبحانه وتعالى من رزي به هم ملت جمع راضی به هم ام جن نفسی خور راضی بن انو ام کاره کی تین نجیه ام تشت کی دماشین نه ام فایدا کی لفی گلی لفی ملتی دکنه یک جه سکناندنی ما لسر سی تشتان چار تشتان هی یک جه اخلاص ها بید عمل دا دا شغل دا اخلاص چیه؟ اخلاص انو تجبوی خدای سبحانه و تعالی بی کوری بکی ذو زنه بي سبحانه وتعالى مراقب بالسره و تشتاج كاس نزانه الا خدى سبحانه وتعالى لانه و دل دلي انسان ده خدى سبحانه وتعالى الحديث القدسي دا لسر موني صلى الله عليه وسلم بيلتك ده بي الاخلاص سر من اسراري لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده سر ورتته خدى سبحانه وتعالى نیتی تا چی وقتی کار کی تو کار کی راد بیا لازم اخلاص الجام تا هبه تو دی کاری وینی جی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دبه انما الاعمال بی نیت نیتی انسان خدا سبحانه و تعالی سا دو دیان امان الجميع انسان هبه طبعا امانه ام بين خلقه کی پرمزنه ده دين اسلامي ده وده ديني ده وده شريعتي ده ده حر قانوني وضع ده قانون ايه ام بين بشر اندوني امانت دين جواك پیش بکوه خیانت دین کاری ما پاش بکوه خیانت دین ام لجامه تخلف چه بی سیقت دورتي ارتی ملت تا تنبه کس به کسی سیقت كسب كسي عملي نوكي لكن وقتي امانت هبه امانت جي برشتگی گرونل جاب خدی سبحانه وتعالى يعني بني خدی سبحانه وتعالى امانت لانو امين باري امانت پر گرونل جاب سبحانه وتعالى جيو عزمون عرد جي وحرص هر ستشتان سبحانه وتعالى امان امانت تكليف وان قبل النكران لانو نكون بوري امانه راكن لكن انسين بوري امانه راكر لازمه خدي لازم خود در لازمه وی کاری سبحانه و تعالی قران دبى دبى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا نبس بس gotin girane va bara nebarî me ye em nikonin vî karî wîneci lakin vî însanî va însanî kewn gi şêyn biy sebî vî însanî ne sebî însan bixoyî vexwe ne sebî însan bes li meslahî xweyî şxsî binêrê tu şexsekî ji civakê tu ferdekî lazime tu limilet gi bigirî lazime hedefî te û ormancî te û xayetî te v heyatê da مستوى ملّات مجتمع جواك جل رأكي كحياتك كيف خوشي وسعادة حياتك حتى جفي ملّاتي رأ أمين قزمي شكي صفاتي صلى الله عليه وسلم بري إسلامي نيف ملّاته معروفه الصادق الأمين جاهل مشركون أبو جهل وأبو سفيان وش أبو سفيان وأبو أبو لهب her bi islamê ra dikirn ji hêlekê da em bên emanet xwe perixwe li em pember lى lh lh wsllm vorin pember l اlh lh wslm dib edi lemane la mn itmnke la txn mnxaneke ê emnet a te اې تکرې امين لازم اوي امانتي له خديان وګريني لازم اوي خوري ونیجي ولا تخن من خانك انسان اې دبه یکی مره خیانت کری یا خوینتی کری اج کې به ربکما از منهونی فرسنده اس کېږي انتقام بم خدای سبحانه و تعالی وې خوري قبول ناک ولا تخن من خانك اې خیانت به تر کری لازم اته تخ... دو نوخي دونه خيني مستوي وي يا كيش تاتي تهري تو هرد زيكي ياكي خرابي كيخارابي تاكري لازم توفي خارابي بالمقابل <سؤال> رنديوكي بيرو بكي بلكي خوذي سبحانه وتعالى و هي بكي بلكي حاصوبي خمراجا بكي بلكي حياتي خو ام بين اخلوك يخوط ترى رن بكي انو ترنديشيرت خوزي. أما نتجي وإخلاص دو بي وختاذا بيني نغوتي عمل نادره كون إنسوني أمين کو انسانی امبن اخلاص الجمه کو انسانی اتقان العمل جمه کو انسانی لسرکاری خو درغه د سكنه په ضمير په ثيقات ځانه وا کارا امبن تکليفه وا کارا مسؤليت وا کارا روی قيامت خدای سبحانه وتعالى وجهه پرسکي ته چکر بي کوي هي لكن قيمه جبروي هاوي لأنه أما بين ملات بر وآخرات إدارية بيخمر صلى الله عليه وسلم كأنه في موني دو شور جيتين الجية دبي يأتي زمان على الناس سنوات خدعات إنسان خدع دكن بإنسان دكن لقور أم دبينا دواقع نيف ملات يصدق الكاذب

ويكذب الصادق انسان صادق, صادق كفقير به بارال جام تنبن ام بين ما وي اجتماعي د ناف ملاتو تنبه و دبي فلان درو لكن حقيقه و صادق معايير الجماهات نا غيروندن لانه نفسي ما هو يعني بني ام بين جوهري انسان دو كردو بيلد بيه. نظاميضا نا وقتي حكومه قويه نا وقتي سلطه قويه الفوضيضا وقتي مراقبه سارتا النبي وي تشغي حقيقه الانسان بيرد بي. يعني انسان كواقع واقع استقراء بك ملات لما لا تماشا بك حياتي ملات واخلاقي ملات تصرفاتي ملات ام بين بري فوا شر داوي شر ام بين اي بوجوري كوبوني اي منطقي بشكل عام بري وی چری بر احداث دستور دا چی بی حياتي ملات به چاويبو اخلاقي ملات به چاويبو سلوكي ملات به چاويو وختي ام بين فوضى چي بو سلوكي ملات واخلاقيهات ملات او معاملي ملات به چاوي وي ويخون الامين انساني امين دغه وختي دا اتهام دغه به خيانات ese tşa wan nae ku tiştekî dibn vedgerine ci u ele işek ye eî ebên mal am za et lh ae a va nsaa a ne an het nsnee ene s جیوید نیو ملا تو ہے شوری وی ملا دبی سے دنو ملا تو بدنگا سلحیون چید که دکھاوی مشکلون لیکن حقیقت زری امانت الجن انسانی تنه لنو انسان که خواهیم خیانت دین جواک ضعیف ببی خیانت دین دولت ضعیف ببی جبرامر صلى الله عليه وسلم فرسكر جيرغوتن متى الساعة و اذا ضيعت الامانه قيامت كي جاغ ك امانه وندو بدون نسال الله العفو والعافيه امانه د نوم ملاطة بشكل عام وندوبي جوتن وكيف إضاعتها؟ يعني بشو هوي أمانة وأنها تبيض نيف ملاطا نيف كيم دبي بيخبر صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة شخصي أمين نهيجية ذي كوري بكي كو ذي كوري استلام دكي نفسي خو خراب دكي منطقي خو خراب دكي جواك خراب حياة حياتي جي خراب دك و انسانا كو كتا في جي و جي و نائي في انسانية لذلك قيامت نيزك إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة بيرا دبي جماعتك ملتك تي جيرا قوتن كيا يا رسول الله قو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة إنسانك كي إنسانك قيمة ويدنية ملات تطنة أم بين دفي فوضيضة ما زنبو أم بين شوري ومسموعة وإنسانا رابو مشكلة ملا تجي حل بك يو فاقد الشيء لا يعطي كل جامن أخلاقي رند تنة بي شتو أخلاقي رند نيب ملا تبالاك ما كو أز وقت مسؤولك مسؤولكم دو دائراكي دا أز رشواتي دخم الجمن انصاف تنه عضلات تنه، التزام بدوام تني، استم شوشي جسري مدى شوشي حتى نجي من موظفي چوك كي شتو رشوات نخونا كي شتو حقيقات الجمعان هبه كي شتو هاجة دوام هبنا كي شتو ام بين هاجة دائرة هبنا شتو هاجة المال العام هبنا و هوجا مصالح ملات هبنا ايه سيان اتقان العمل وقت سيسيون اتقان العمل عملي ما اتقان بيجارجا دولي غربي و اوروبي كوكورا كي دكن اتقان الجمّون مع انه ام اساسي إتقاننا يعني وقتي ام دبين ام مسلمون وقتي ام دبين ام جخوضي سبحانه وتعالى دترسل وقتي ام باوري ما بآخرته هي انه حصاب هي خوضي سبحانه وتعالى تشتك الجام ويواندانوبي شرط كوري دست دادات دورغ نويني جي وaxتی tu ambیn muwaظafake tu چira kori xو noyniji mbیn mamostهi tu چra koi xo noyniji yنی ayاtgi اماnata ds ایnseno اmbیn saرok sarok dwlتon raiy و mلt امoنat dsوando hاkimو qudat haق و dاlt امonat dsوande انه حقي ملات حاصل بكن انه ظلمي الملات نكن سواء عند خونان دابه سواء عند ناموس دابه سواء عند مالي ملات دابه انه حقي والنجي بيخمر صلى الله عليه وسلم دبي القضاة ثلاث حاكم سسينة يك جوانات جنات دي. عرف الحق وحكم به حاكمي اي حقي زاني وبحقي حكم دكي ايه دوديون قاض عرف الحق وحاد عنه حقي زوني زوني حقيقة الكرة زوني حق ايه كيا ام بين سواء محسوبيات سواء دوسلغية سواء رشواتا حقي حقي انسانكي انكاردك ودده انساني ظالمي انساني معتدي بود آري جحنم ايه سيسيان جاهل الحق وحكم بغير علم انسانة كي جاهلة حقين نزانه و لصار باطل لقور جهالته حكم دكي وا انسانة ديسا جهنم دين امانه الجمع علماء و ريبري دين وا انسانانا لازم حقيقه دين ملت ربي لبكن ظن لازمه جملات روبيلي بك نوفو دينو هاتيه سبي مصلحي انسانه سبي سلوكي إنسان چي بك سبي اخلاقي إنسان چي بك نه مساله هاتيه بس اي سون درك هاتنا مي بك ثماري عباداتا خورني عباده وثماره واطاعه چيه امانه دبي اي امانتي خاطرني إيمان جامعة النبي خمر صلى الله عليه وسلم. ده. لا إيمان لمن لا أمانة له. يبروي وي عمر بن الخطاب شذ بيجي دبي لا يغرني من صلى أو صام. يعني ياكي كنا نميه كرية أو رجيد قرتيه يعني الجامعة عادية، فوت يعني كمدي ياك زيدان نميه ذكية أو زيدان رجيد كرية، نما سالوني. مسألة أمانة أمانة الجمعة بمعنى إيمان هي لأنه ثمري مجو عبادته وطاعته وقت يقول له خدي سبحانه وتعالى ذكي ثمرة شيء إنه فات إنتاجي أمانة الجمعة تجيب مراقبة الجمعة تجيب تزاني خدي سبحانه وتعالى فات أم بين كريه أمانة يدستها لازم في أمانتي أم بين فَجَرِينِجِ <applause> أو, أو في كوري أو في مسؤوليه دستي خادع دستي خادر خنيس سبحانه وتعالى بتراه حسيبنا بني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صفاتك صفات إنسان مؤمن خديث سبحانه وتعالى القرآن يذبح دبي يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم يعني بني خیانت امانت خدا سبحان و تعالی به خیانت خیانت به خدا را او به پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به هاو را گرید دلیل چیه خیانت گناهی پر مزن الجم خدا سبحانه و تعالی جبر وی هاوی ام بین کو کی کار کی بیا عمل کی بیا کیدنه انسان کی بکنه موظفه کار که اکی وی بکنه ریبرت دا ام بین مسئولی دا او تشتا کیه دوست تشت مطلوبه دوی شخصی دا امانت و قوات امانت مگو امین به نخواین به لانو خاینتی شغل ضعیف دکه خاینتی مال العام هدر دکه خوينتي هاجا مصلحة العامة تنه هاجا مصلحي خوي شخصي ايه دو ديان قوات انساني ايه كي كاركي بكيا او يكي كاركي ام بين بدس ديا انو فا انسانا قوات الجامها بي قوات إنه انو قوين بي عضلاتي إنه هبن انو انسانكي او بي انسانكي شجاع بي قوات لغور كاري دس بي انسان هي دیجی جین ادا قوات چه پیگر اگه نطقی وی هبه کانو به شوره بکه ناطق به خطیب به کانو به شورا لحف وینه کانو به کم موضوعی اکی اختیار بکه شوره بکه وی موضوعی جخرج در که به و هدفی وی موضوعی و غایت وی موضوعی ملت گینه سبی ملت فعن بکه و جه فایده ببینه ای دو دیان دیجی دي یک جیان جي دا qwet çi gerege ne qwetî edelatan qwetî tefkîrê û îbdaê n însaneke mufekir b ailî wî mezbut bê ne mesela tiştî bez pêşcavî xwe bibîn tiştî em bên paş perdey bibîne paş dîwaran bibîne zanibê heyat bi çihawî dimeşeye zanib mbn itisadî dewletê çihawî dimeşeye em bên civak bi çihawî hereket dikeye heyat bi çihawî dimeşe این سیسیان، انسان های قواتی پی گرگ دیازی دارند. اینو انسان هایی که ابداع جمعه بود، نویزکار بود، بی. کانب یازی بود که اینو یازی جی گرگ دارند. و هر دی سیفتان ها، دی موظفان دی انسانی انبیان دوائران دارند، و هر دی سیفتان هایی که همین امانت و قوات ويكو شركاتاً، مؤسسات تعهداتاً، ام بين كتش مناحي الحياة بي وي بشكل ناجح بي وإنسان مراقب بي جنفسي خر لانو ري قيامته خوده سبحانه وتعالى با سبحانه وتعالى مغو مسؤولي كريه هستي تي وظيفة تكلفة نتشرفة نانو تو إنسانه كي تكلفة بيني وقت خذي سبحانه وتعالى أم بين عبادات تشريع كرية راس أجيالا إنسان تكريم كرية إنسان تشريف كرية لأنو فا إنسانا الدنيا أيضا مخلوق توري كرون الجم خذي سبحانه وتعالى كون جيشين كرية جبوي في إنساني لكن جيالا كذا تكلفة أنو فا آمري خذي سبحانه وتعالى التأمر كري خذي سبحانه وتعالى تكليفك دويتي لازم إنسان في تشتيزان. تو هاجا ملت هبی تو کارکی ده مشینیه وزیفاک دست ده هم ملت هات ملتی مدنی هات تعاملی تبان را رند به تقیید الجام تا دوامه دا وقتی حضور وقتی انصراف لانو تو وی پرید بیه وی فونید بیه وی راتبید بیه سبیبی کاری نابه تو وقتی البوشه در باسکی نابه بمال العام بليزي نوبة تشنا أم بين فن بمشي سبي تشنا خوي براني بمشيني ما بي مش خورة ما شاندية براني كنت المار روني في فاكراب دستانا كان صلى الله عليه وسلم هناك كرا سروزيفان وزيفان الأموال وقت زكاة يك جوانا شو زكاة توب هفذكر وقتي قو هذا لكم وهذا اهدي لي جو, جو فايوي بيت مال المسلمين فاجي منات هديه جمر رشونديه بخبر صلى الله عليه وسلم قحران سفاتي وسوربو قو ما بالو اقوام يعني ما هونا استعمال كرنا لسار كوركي دبي فايوي فاجي هديه جمر هوتيه برول مولي بوف دي خوروني بني قسم هديه جيرو ديشين لي نوشي جبروي هاوي دفقه دا دبي لا يجوز للقاضي أن يأخذ الهدايا كوقت بو حاكم لأنه شبهتي رشوة تيضاها إلا إنسانك مثلا أز بري بمحاكم إنسانك هي علاقي أسري أم بين جفاكيد أرتمادها هي بري أز هدي أنجمار ردبم أو نو هدي أنجمار جمار, جمار, جمار كو أزمو محاكم كو جمار ت تو أم بين بسكريكو إشكالي بيخمر صلى الله عليه وسلم دبي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كاري خو النجي كأم كاري خو النجي وهذا فيما أنه مستواي ملاتي ما بلند ببي تقدم ده حياتي ده شيء ببي ده مادياتي ده ده اقتصادي ده ده معنوياتي ده حياتي ما رند ببي وملتي ما بيش بيه بس وقتي خوينتي بنيف مادا هابي زعيفون هابي انساني نمستاهل فيجي ام دي ما خراب بي رو وي حياتي ملات خراب بيا وي ملات تمني يا حياتك دين جبروي هوي ما حكم وكشر برن شو ساروكن كن ملت امانه دستوان انه حقي ملت وان انه ملت هبن به صلى الله عليه وسلم ده كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ما علماء دين امانه دستوان حقيقة حقيقتي دين ملت بلاكن سبي ملت جهل جمشي نبي سبي انساني ادعياء insan e nekari vî dîn sb embn au û simumi xwe d nêv mileta bela neke hr kes ji xe bigrin udat û hakim hqi emanet ljmwan û insaf mhami id ljman emante insanî şade eno derawan ne يعني هدف انه انسان شيء بك شعطان دن قولوه يا انسان كانه بنج دقائق دا لكن مساله ليكرنا هدف ليكرن بي دستك تاني چاپكو لازم امجي دستك بن ام حياتي خورن بكن ام جهور رن بن ام محاوله بكن تم ام بين بوري نيني دكنه زكي زوريون حلال بي طبعا جنه انا جميل بين جكور وينه بس دبي وينا دبي جنك هبو مير إنسانة كي صالح <تصفح> بو دبي وقتي مير درد كات جيرا دوغو دقو اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم أم صبر دكن برشيبوني وي بمشي هابوني تنابوني وي بمشيه لكن انسان لسر اولي اوري جهنم صبر نوك صحابي بيخمبر صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ولايات يعني منصبك وزيفوك جي صلى الله عليه وسلم خاص بيخمبر صلى الله عليه وسلم ويا يا ابو ذر تنكوني في كوري وينيجي لانو تو انسانك الزعيفي راسة تو انسانك اميني

ام محتاج إنساني امين لانه ذي وقتي وقت كيم بي جبر وي هوي هو حياتي ما نرد بي حياتي ما سقط ني ملات نمويه. مويه ما ارزانا مالي ما ارزانا يعني انسان هي دنيري نمير كي روجي دغري لما قابل وي حرامي دخل. دين وام تم نا مساله ان انسان بس نمي وروجي بكري دين حياته دين جيانه دين انه تعاملته وسلوكياته واخلاقه جي لقور أمر خدى سبحانه وتعالى يعني حتى ام ان بين انسان كباوري مبدين تنك تو جزءك جي في ملاتي جي في جواكي مسؤوليه حمايتي جواكي

وی انسان د حاضر پېش بکوي وی اخلاص الجامعه عمل کی به کېبوی خدای سبحانه و تعالی هاجه کاري خوهبي د مكتبه دا مو مسته همبین شوګر تیوي طلابي وی, وی، امانۃ الجمعی زاروک امانۃ الجمع بوی و دې حياتگی امانۃ الجمع انسان فانسان لازمه د اختباره د بنجحه لازمه انسان وی حياتي له بشه برنه بدس انسانه حياتي خو کترند بکی او نرندکی یعنی نو ام کونن رندیزمل جهه اف روبکن خیره جهه برو غوزن علاقم رندوی ûkanin xilalî pênc deqande mişkilake êbikin her kes di malî xwedb ks i ksîra şorê nke stan d w rahind va nexweşi d nêv mileta belaby va blaye va blay ilaj û dermanî milet fde heta niha fyde nakee mane çi ye insanî bawerî wî he انسان ايماني وهي طبعا حر انسانك بطريقوكي امين انسان هي مسيحيه فلية لجور ديانتي وي وي بونا سبحانه وتعالى كي انسان مسلمان جي خطاب ما جملات جريا لكن بالخصوص انسان مسلمان لانه ام بونا خدي سبحانه وتعالى دكن باوري ما بدين الاسلام هي لازم انسان حياتي خمر راجعه بك تصرفاتي خمر راجعه بك وقت تسري خوضاتي ني سر بعلقه كتو موظفي كت تاجري كتو بايعي كتو مهندزي كتو تعهدات تبرية كتو تختوري كتو سيدلاني كتو مزارعي بنيه تا شو كار كريه تا كاري جيه لنوني جيه واتشتانا جي الجام خوضي سبحانه وتعالى خوضي سبحانه وتعالى وي ينسي رو ببينيه نبسوني iê sên ek rind uiz eyx çie jihundir çi ne esa deva rase cilî pak xwdiin akn hundirî e abye ilîxw sdû kerah pak ie xw sbhan wa uraê ywm a nf mal la bnûn la mn ta lh bn l من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اقول قولي هذا واستغفر الله حتى جارك دين بمن بخير خشي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته